اهلا بكم في تغطيه جديده ولايف جديد على موقع صدى البلد. كلنا عارفين اهميه الدواجن ومنتجاتها في البيوت، خاصه لو في شهر رمضان، لكن ناس كتير اشتكت من ارتفاع اسعارها، وتم طرح 100,000 طن من الدواجن البرازيلي المستورده في الاسواق، واللي كان الحل اللي لجأت ليه الحكومه للتخفيف على المواطن من عبء الاسعار. طب ايه اسعار الدواجن الجديده او الدواجن المستورده واماكن تواجدها وغيرها من التفاصيل اللي هنقولها لحضراتكم في تغطيتنا. في محاولة جديدة من الحكومة للسيطرة على أسعار الدواجن في السوق، تم طرح 100,000 طن من الدواجن البرازيلي المستوردة في الأسواق، وبالتحديد في منافذ الجهات الحكومية ومنها منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية. واللي على جانب تاني بتبدأ الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة من كيلو بتوصل لكيلو ونص، ومن المتوقع انخفاض أسعار الدواجن خلال منتصف شهر مارس القادم بسبب طرح كميات كبيرة زي ما قلنا في المنافذ والمعارض وزيادة الطلب عليها. تتميز الفراخ البرازيلي بانخفاض أسعارها، وبيبلغ سعر الكيلو منها حوالي 60 جنيه، وبيبلغ سعرها في المجمعات الاستهلاكية حوالي 65 جنيه للكيلو و95 جنيه للكيلو ونص. وبتطرح وزارة التموين 1100 جرام بسعر 71 جنيه ونص في المجمعات الاستهلاكية، ووزن 1200 جرام بسعر 78 جنيه. أما عن الأماكن تواجدها فتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمختلف المحافظات، وفي معارض أهلا رمضان في المحافظات، وفي الهايبر ماركت الكبيرة. أكدت أيضا وزارة التموين أنها بتستورد الفراخ من البلاد التي لا يوجد بها أمراض، وتم طرح الفراخ البرازيلي في الأسواق بداية من الخميس 23 من فبراير. وكان اتحاد منتجي الدواجن قد ورد أكثر من 800 طن من الدواجن المجمدة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ انطلاق البروتوكول الموقع بينهم في منتصف نوفمبر الماضي. في تصريحات لرئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، قال حازم المنوفي أن الفراخ البرازيلي المنتشرة في الأسواق تم استيرادها بكميات كبيرة من عدة شركات ودخلت مصر في فبراير الجاري، وأيضا بعدها تخطت كافة الاختبارات الخاصة بسلامة الغذاء، وبالتالي لا أزمة تماما في تداولها وشرائها. ووضح أن الفراخ البرازيلي وتواجدها في الأسواق سوف يسمح بحالة من الهدوء في السوق المحلي وانخفاض أسعار الدواجن بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وطبعا كل منتجات الدواجن من البيض. وعن استيراد الفراخ البرازيلي أكد المنوفي أن هذه الخطوة إيجابية جدا، ولا يجب السخرية منها، خاصة وأن عدد كبير من المواطنين كان بيشكو من ارتفاع سعر الدواجن خلال الأيام الماضية، وبالتالي تم توفير فرصة جديدة لمنع ارتفاع الأسعار وهي استيراد الدواجن. مشاهدينا، دي كانت أهم تفاصيل استيراد الفراخ البرازيلي وأماكن تواجدها وأسعارها. نتمنى لحضراتكم شهر كريم عليكم، لسه متابعين مع حضراتكم كل جديد أول بأول. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.